حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من أزمة الجفاف التي يشهدها الصومال جراء 5 مواسم متتالية من شح الأمطار، وألحقت الضرر بحوالي 8 ملايين شخص، أي ما يعادل نصف سكان البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع كبار المسؤولين حول الجفاف والأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ في الصومال، والذي انطلق اليوم بالجامعة العربية. تضامنا ودعما للصومال، انطلقت فعاليات اجتماع كبار المسؤولين بالجامعة العربية تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية حول الجفاف والأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ في الصومال، بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية. إن الإحصاءات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف ما قبل المجاعة أو الشبيهة بالمجاعة في الصومال قد زاد بنسبة 5 أضعاف منذ بداية العام، وأن النزوح الداخلي مستمر، والصراع على الموارد الشحيحة يهدد السلم والأمن المجتمعي والسياسي في الصومال على نحو بالغ الخطورة. This conference is yet another example. يعد هذا المؤتمر مثال للتعاون المثمر في مختلف المجالات بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، خاصة في مشكلة الصومال، حيث تشهد أكبر كارثة إنسانية طارئة بسبب الجفاف والعواصف التي أثرت على هذا البلد، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات، والذي نعمل عليه في الفترة الحالية لمواجهة هذه الكارثة مع الجامعة العربية، حيث يعد المؤتمر فرصة لزيادة التبرعات ودعم الصومال. تم مناقشة محنة الشعب الصومالي الشقيق في ظل أزمة الجفاف التي تعد الأسوأ من نوعها بعد عدم هطول الأمطار لخمسة مواسم متتالية، مما ألحق الضرر بحوالي ما يعادل نصف السكان. العقود الأخيرة تسبب التغير المناخي للصومال 31 كارثة طبيعية ونزوح 2.9 مليون نسمة من مناطقهم إلى مدن الكبيرة، وتواجه الصومال اليوم أسوأ موجة الجفاف منذ 40 عاما بعد فشل 5 مواسم متتالية للأمطار، أثرت سلبا على حياة 7 مليون شخص، بينما 300 ألف يواجهون شبح المجاعة، و1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. الإحصاءات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف ما قبل المجاعة أو الشبيهة بالمجاعة في الصومال قد زاد بنسبة 5 أضعاف منذ بداية العام، وأن النزوح الداخلي مستمر، والصراع على الموارد الشحيحة يهدد السلم والأمن المجتمعي والسياسي في الصومال على نحو بالغ الخطورة. ما بين الأعاصير والأزمات وحالة الجفاف التي استمرت على مدار السنوات الماضية، يعيش الصومال أسوأ فترات حياته، لذا يأتي هذا المؤتمر ويؤكد على أهمية دعم الصومال في المرحلة القادمة من الدول العربية والمنظمات الدولية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.